أكثر من 100 مترشح أو يعني من فكر في الترشح، وقع قدم منهم 17 شخص ملف، يعني وقع في نهاية الأمر فرز 6 أو 7 ملفات في النهاية ليقال لنا في النهاية، وأن الهيئة هذه الهيئة التي عينها قيس صعيد بنفسه جاءت لتقول وأنه لا يوجد سوى 3 ملفات التي تفي بالشروط، وحتى في حدود هذه 3 ملفات فوجئ الناس، فوجئ الرأي العام البارحة بدعوة أحدهم عياشي زمال إلى الأمن التونسي ليقع يعني فتح بحث معه حول تهمة تدليس في التزكيات. نحن لنا قناعة بأن قيس صعيد لا يبحث عن انتخابات، إنما يبحث عن بيعة لا أكثر ولا أقل.